افتح يا سمسم. اوكي افتح يا سمسم، بنشوف حظنا بالسمسم على سمسوم. افتح يا سمسوم، كنا نفتح السمسومين راح يطلع لنا رقصتين هون مثل ما انتم شايفين. حاسس حالي كتير، حاسس صراحة يعني حاسس حالي كتير راح افتح شي مصباح سحري معلم حبيبي والله. اوكي المهم طيبين كيفكم؟ ان شاء الله بخير، ان شاء الله تمام. لنشوف حظنا بهذا السمسم. عندنا هون ثلاث بوابات يا شباب. اوكي في عنا رقصتين جداد. اوكي نشوف حظنا بهالرقصتين. تمام عنا هاي الوجوه النيون وهي رقصة السعيد. اوكي كل شيء سعيد ما سعيد. اوكي طبعا هون ما فهمت في ما فهمت، نعمل هيك نعمل هيك نعمل هيك. اوكي لازم نختار بوابتين فقط. اوكي بوابتين، افتح يا سمسوم اطلع. بدنا نشوف ايوه شو عم بيصير. وات ذا هيل برو، والله فتحت الدنيا. لا مستحيل، لا لا مستحيل يا شباب. او ماي جاد طلعت لي لا رقصة السعيد. ثواني ايش بالرقصة يا شباب؟ افتح يا سمسوم، والله فتحنا سمسوم، فتحنا سمسوم، افتح يا سمسوم. لا شو عم بيصير هيك؟ ول اي هوني ايوه 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 ديو. اوكي ايوه يا معلم، راحة رقصة مستفزة مو طبيعي. واخيرا يا جماعة تحقق حلمي وجبت شغلة من اول لفة. خلص يعني طبعا يعني مو هذا حلم يعني، بس ولكن يعني بحلمي بفري فاير معلم. اوكي المهم اول ضربة شاب طلعت لي لا مستحيل ما طلع، ما كنت طلع لي رقصة تانية معلم هون. هي سمسوم ما زبط. اوكي شيء حلو معلم، هذا اللي حدث لما تضرب عليه بترجعوا لك الجواهر، فهمت علي؟ شكرا. مرة تانية تلاقي الرقصة؟ لا 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 شاب لا 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 هيك كثير هيك كثير. سمسوم افتح. اوكي طب مناسبة عندنا هي سرعة ال اوه طلعت جوهر، 50 جوهر طلع لي نايس والله حلو حلو كثير. افتح يا سمسوم يلا، بدنا الرقصة الثانية. ما يصير ما يصير، لازم رقصة ثانية يا جماعة. اوه دايم اوه دايم، بدنا هي الرقصة معلم، هي المضحكة، هي نفتح واحد نشوف. اوه نو دون، هذا اللي نجرب حظنا مرة ثانية نشوف. يلا ولو لم تزبط معنا، انا وطيت صوت اللعبة شوي لانه معلم صوت الخرخشة عم بتخرخش بمخي. خلاص معلم طلعت الرقصة مرة رقصتين ورا بعض، لو كان يعطوني الرقصة الثانية. لا رقصة لا شيخ شو ثلاث مرات طلعت لي رقصات شباب، ثلاث مرات طلعت لي رقصة مستحيل، ايش عم بيصير هون؟ يوم اوكي نجرب مرة ثانية نشوف. يلا ولو يلا اعطيني رقصة ثانية وخليني ايوه ما بتطلع. اوكي يعني ليش يا ابو جابر لازم يعطوني الرقصة الجديدة يا اخي؟ اوه رقصة الكلب، ها مكتوب كلب معلم، كتب مكتوب الكلب. اوكي ثواني شوف بدنا رقصة هي 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 التفاحة، التفاحة شو؟ المي هي هي على اليمين ولو شو اسمها ما اعرف شو اسمها، شو اسمها الرقصة؟ اوه نايس 50 جوهرة حلو صراحة شيء مرتب. اوكي بدنا نشوف، افتح يا سمسوم افتح يا سمسم افتح يا سمسم. حاسس حالي راح افرك المصباح السحري يا شباب، وين مفتاح المصباح السحري؟ وينه؟ ما في عندي هو باللعب، خلينا نفوت انا مكبس. ايوه شو عم بحكي انا؟ حبيبي والله. اوكي يلا هات نشوف، يلا 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 اعطينا ولو ايوه يا جدك مو ناوي يعطينا السمسوم معلم الرخصة. اوه جوهرة اوكي 25 تمام. ليش عم بختار نخبة نتل؟ قول لي رخصة سعيد وات؟ كم مرة طلعت لي الرخصة السعيد يا جدة؟ دايم اقسم بالله معلم توني شو ممكن طلعت لي انا الرخصة، معقول تطلع لي رخصة بس برجي لهون اخرى؟ وين الرقصات؟ اوكي ما طلعت، لا ما طلعت لي يا شباب، لا 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 فكرت طلع لي يا جدة. اوكي نجي لهون نجي لهون، افتح يا سمسم افتح يا ول. اوكي نجي لهون نجرب هيك، يلا رقصة جد يا زلمي يا زلمي يلا ولو ايوم ايش واد ما بدها تطلع الرقصة يا زلمة شنو هي؟ ولا الصراحة يعني الصراحة الاسم الحدث صراحة عجبني كثير مضحك، افتح يا سمسم قول لي نعم. اوكي اوكي تمام 40 الله هلا نفس رقصة سعيد معلم سعيد. اوكي هات نشوف يا جدك يلا ولو اعطونا الرقصة الثانية، شفت لي ريجي يا زلمة الو وات لكم يا الله تم تملك تملك اللي تمتلك. اوكي نمتلك بس ولكن ليش عم ترجع تعطوني اياها؟ الو لا
الله ما بتعطينا الرخصة يا جدك، ما بتعطينا الرخصة. وبعدين وبعدين ولو وبعدين ولو لعبة الخطير. اوكي هاي الرخصة التانية عطنا عنيها كانت. تبنى ديك الرخصة، تبنى نشوف الرخصة يا زلمة. يلا ولو، لا حول ولا قوة الا بالله. رخصة يا جدك يا اخي، شو مال الرخصة يا زلمة؟ الو الكلب كمان يا اخي، فهمنا ما بدنا الكلب. رجع بضرب انا على اثنين وثلاثة ليش هي؟ لا حول ولا قوة الا بالله يا ربي. تعال هون، تعال هون، ايوه روح، ايوه يا الله. لكن جنبي، شوف جنبي كانت على اليمين، يا الله راحت من، لو كنت راجع ضرب لك جبته. دام برو. اوكي شوف راح ترجع تطلع على يمين هلا برقم ثلاثة او بثلاثة. لا ما طلعت. اوكي خلينا نغير المحل، نعمل واحد وثلاثة نجرب. طلعت لي نفس الرقصة هاي. اوكي انا مرة ثانية نجرب، نجرب هيك. ايوه ايش شنو هيدا؟ هاي شنو لم تزبط معنا يا جماعة؟ اوكي رح نعمل هيك هالمرة، واحد اثنين لم تزبط معنا. وبعدين ولو وبعدين يا جدك. ايوه اوكي نجرب مرة ثانية هون. ايوه لا لطيف يا لطيف. نعم لا مستحيل معلم، هات لنشوف. واحد اثنين جوهرة مرة ثانية، هات لنشوف مرة. اي ضربت واحدة بالغلط، واحدة بس لم تزبط معنا يا جماعة. اوكي نجرب مرة ثانية هون. انا شايف الحلقة ما راح تطلع لي الرقصة، حلقة تشوف الرقصة. ايوه هات لنشوف حظ الوضع. ايام برو ايام برو، مرة ثانية رخصة سعيد. او وات ذا هيل. لا الله هلا ولو، لا حول ولا قوة الا بالله. او لا يعني خلاص فهمنا يا ربي لم تزبط معنا. هات لنشوف هون. ايوه ما شاء الله هي ما بتطلع. خلاص معلم، خلاص معلم، ما اعرف ليش هيك، خلاص ما تطلع لي يا ربي. لو بس يا زلمة بعدين ولو. خلاص شكله معلم يعني. يلا يا شيخ، يلا يا حجي، يلا انا شفت اللي يا ربي وده. يلا خلاص اعطينا اياها ولو، يعني خلاص فهمنا رقطة السعيدة معلم. يمكن الله اعلم كم مرة يعني صارت عندي هاي، كم مرة طلعت لي. يلا ان شاء الله هي هي. هون 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 هون. اوكي نجي لهون نغير الشكل مرة ثانية. لا حول ولا قوة الا بالله. اوكي نعمل هيك، نغير، نعمل عكس الاتجاه. هات لنشوف هيك كمان جواهر مرة ثانية. شوف يلا شو طلع. واخيرا سبحان الله، انا صار عندي خبرة يا شباب يعني. خلاص تطول معي هيك، عرفت حسيت انه يعني خلاص راح تجي. اوكي بس شوي، بس نعطي معلي صوت اللعبة لانه كنت مطية. ايوه وين الخزنة؟ تعالوا شخصية نشوف الرخصة الثانية يا شباب. ايوه وينها؟ هاي هي وجوه نيون. اوكي 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 شو هالرخصة يا ديام. اوكي خلينا نجي لهون بدل نشوف الوضع، شوف ندخل معلم بالتدريب، شوف بالجيم ان جيم. شوف شو هنا، شو حبيبي والله. اوكي تعال هون نشوف الوضع وين. هاي نقبس هون. قولي والله حلوة الرخصة ها. تيو 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 تيو. هاي كمان. الو ايو 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 رجع بهز اللعب. والله شي مرتب نايس صراحة. انا شباب مصدوم كتير ورحت انا. هاي بيبي بدون ما تتوقف ابدا، شايفين معي كيف ما تتوقف ابدا. حلو نايس اوكي. طيبين صراحة طولت عليكم كتير، بس ولكن انا يعني هو انا كنت مصدوم انه طلعت لي هذيك الرخصة من اول لفة صراحة. يعني هي اول مرة بتصير معي، يمكن اول مرة تصير معي من قبل ما بعرف، بس ولكن اول مرة. يب سو لايك ديزاين جيرت من هيك بكون انتهت حلقتنا اليوم، ان شاء الله استمتعتوا معنا. بالنسبة للشباب اللي عم كثير مقعد بوصل رسائل عليكم، بوزعنا اكواد مكواد شباب. الاكواد بوزعها دائما شباب تكون على الانستغرام، على ستوريات الانستغرام. اوكي تابعوا الانستغرام تاعنا معلم انت وحظكم ان شاء الله يكون باللوز. سو ان شاء الله استمتعتوا معنا اليوم، بتمنى لكم يوم سعيد. السلام عليكم.